إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون. صدق الله العظيم. وكما يقول الإيمان والإسلام إن لله عبادا خصما طلقوا الدنيا وخافوا الفتن نظروا فيها فلما علموا أنها ليست لحي وطنا جعلوها لكة واتخذوا صالح الأعمال فيها سبلا فكرمهم ربي وقربهم مزيدا. إلهي قال لا خوف عليهم لأن لهم مكانهم العلي فهم أضيافه في كل وقت ومن يق ضيفه أنسى بنيا ومن يق ضيفه يسعد ويغنم وكان بضيفه ربي رضيا. فمن ذاهب النفحات هذه ورب العرش أوضحها جديا فتلكم نخلة في غير وقت لمريم أثمرت ثمرا شهيا. إله العرش قال لها وهزي فأنزله لها رطبا جميلا ومن توكل على ربه عاش عيشا هنيا. وكما إخوة الإيمان والإسلام يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم تركت فيكم واعظين اثنين واعظ صامت وواعظ متكلم. اما الواعظ الصامت فهو القول واما الواعظ المتكلم فهو القران الكريم. صدقت يا حبيبي يا رسول الله يا من كلمتك قطعه اللحم بعد زحمها وشويها وقالت يا رسول الله لا تأكلني فإني مسموما. وتنعكوا الإيمان والإسلام هيا بنا إلى مائدة القرآن الكريم. ففي رحاب القرآن الكريم طمأنينة تغمر النفس وسكينة تملأ القلب ورضوان من الله أكبر. ومن أجل كل هذا الخير العميم نحيا وحضراتكم في رحاب هذه التلاوة القرآنية المباركة تكريما لهذه الروح الطيبة الطاهرة التي قال في رسولها الله أسأل أن يكتبها في عليين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين. يتوها علينا قال التعادل الأحمد بذنب جمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي قارئ المجيد لأحكام القراءة والتجويد والله على ما أقول شهيد فضيلة القارئ الشيخ أنور الشحات محمد أنور.
Thank you.
فتنفق فيها فتنفق
الله وإذا أوحيت إلى العالمين أن آمنوني وبرسولي قالوا Thank you.
فَإِنِّي أُعَذِّبُهُ
Thank you.
فضيلة القاري الشيخ أنور الشحات محمد أنور.